يا غاده انا مش جبان ولا كلامك مش عاجبني، بالعكس انا كلامك حبيته، بس نفسي اغني عن نفسي. من المشهد ده في الفيلم ده في الموقف ده نقدر نستنتج طريقة اللي بيفكر بيها عمرو دياب علشان ينتج فنه حتى بعد صدور الفيلم بحوالي 35 سنة. سمع بص، كلام في الفن المسموع والمرئي وما بينهم وانا حزم. المشهد ده بيظهر بعد ما سيف اللي بيقوم بدوره عمرو دياب ونور الشاعر اللي كتب كلمات الاغنيه بيقرروا ان هم يغنوا اغنيه اسمها رصيف نمره 5 في الشارع، وبتكون النتيجه ان هم بيتاخدوا كلهم وبيتحبسوا في الزنزانه. كلمات الاغنيه هي محاوله لرصد الشارع المصري واللي بيحصل في الشارع المصري والتغييرات السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه اللي حصلت لمصر ما بعد فتح الباب للراسماليه الامريكيه انها تدخل مصر على يد الرئيس السادات، ويتم تحويل المجتمع المصري بالكامل الى الراسماليه. يعني باختصار شديد، انت معك فلوس اشتغل واكسب، مش مهم قوي انت مصدرها ايه، ولكن اهم حاجه ان انت تشتغل وتكسب وتستهلك. في مقابل الاشتراكيه اللي انهارت بانهيار الاتحاد السوفيتي في اواخر الثمانينيات واوائل التسعينيات علشان تنهي تماما سيطره فكره الاشتراكيه على العالم وتبدا مرحله جديده من مراحل الهيمنه الامريكيه. كل ده حلو، بس مال عمرو دياب ده كله؟ في الحقيقه كان ليا حظ ان انا قابل الاستاذ خيري بشاره في اوائل الالفيه كده، وكان حكى لي ان الفنان عمرو دياب كان متردد كتير جدا ان هو يعمل بطوله الفيلم وان هو كمان يغني الاغنيه. ليه؟ لان عمرو دياب نفسه كان ساعتها سنه 91 و92 بدا يحط شكل للمزيكا اللي هو عايز يعملها بعد ما مر بتجارب كتيره من اول ما بدا سنه 83 في ان هو يبعد عن الفولكلور ويبعد عن الكلام الصعب ويبعد عن التعامل مع شعراء العاميه ويتجه اكتر للشعر الغنائي والكلام اللي يكون بسيط وسهل زي ما هو وصف في المشهد بالظبط. اغنيه رصيف نمره 5 استاذ مدحت العدل في الاساس كان راح يعتذر عن كتابتها بعد ما تقريبا كان انتهى من كتابه اغاني الفيلم اللي هو مشارك السيناريو بتاعه مع استاذ محمد المنسي قنديل. بيقرر انه يعتذر. اثناء توجهه في شارع فيصل عشان يعتذر لعمرو دياب وخيري بشاره، توقف قدام الزحام اللي موجود في شارع فيصل، وجت أول جملة في الأغنية رصيف نمرة 5 والشارع زحام. رغم إن رصيف نمرة 5 أساساً منطقة في اسكندرية، لكن محاولة أستاذ مدحت إن هو يوصل إحساس الزحمة اللي ممكن يكون موجود في أي حتة في مصر. من ضمن طموحات الأستاذ خيري بشارة إن هو كان يعمل الفيلم الموسيقي أو الميوزيكال، يحاول إن هو ياخد الشكل الأمريكاني بتاع الفيلم الموسيقي والبطل الأمريكي، بمعنى البطل اللي لابس جاكيت اسود جلد اللي راكب موتوسيكل اللي بيكافح، والفيلم نفسه بياخد حاجه اسمها تيمه الصعود، يعني بطل بيبدا من الصفر او بطل بيبدا وهو لسه بيكافح علشان لقمه العيش لحد ما يبقى يا دوبك هيبتدي يبقى مطرب. على مستوى الصوره استاذ خيري بيعمل عالميه، العالم اللي فيه الصوره الامريكيه متمثله في علاقه عمرو دياب نفسه بحبيبته بدريه او سيمون، وده بيبان جدا على مستوى الصوره في كل المشاهد اللي بتجمعهم. قصة حب أمريكية لاتنين متصاحبين وبيتخطبوا، في نفس الوقت قصة حبه لآية بعد شوية، البنت البسيطة المجتهدة العاملة اللي في الحقيقة بتتمسك بيه وبتقرر إنها تمشي معاه حلمه. هي دي الموازنة اللي عملها أستاذ خيري بشارة بالتعاون مع أستاذ مدحت العدل أستاذ محمد منسي قنديل عشان يقنعوا عمرو دياب إن الفيلم ده لايق عليه ومفيش حد ينفع يعمله غيره. في نفس الوقت كل الأغاني اللي موجودة جوه الفيلم تقريبا فيها الحس الرومانسي، مع بعض الأغاني أو الأغاني القصيرة شوية اللي بتحاكي تجربة سيف في الفيلم إن هو يحاول يقدم فن مختلف. فهنلاقي مثلا أغاني زي مرض على الوضع الحالي، مثلا هنلاقي أغاني زي يا دانا دانا ويا دانا، هنلاقي في المقابل أغاني زي طب ما أنت تغني وإحنا معاك وآيس كريم في جليم نفسها. سيف الشاب المجتهد اللي بيشتغل في نادي فيديو عشان يكسب لقمة عيشه، وفي نفس الوقت بيمارس هوايته في إن هو يغني، ومعاه شاعر متأثر جدا بالفكر الاشتراكي ولابس طول الوقت الكوفية الفلسطينية علشان يدافع عن القضية اللي كلنا بندافع عنها، ولكن في نفس الوقت سيف عالق أو سيف موجود في منتصف الطريق ما بين القاهرة واسكندرية، ممثل في الطريق الصحراوي أو الريست هاوس. بقالت الأمانة وشحت السروجي عاملين لي شركة في مشروع بوتيك، ونادوا لعبده الفرارجي يشاركهم، فرد بقلاطة محب الشريك.
شكل من أشكال التعاون الاقتصادي بين فئات من المجتمع ما كانتش موجودة فيه قبل كده، ممثلة في الفيلم عن طريق زيكو أو حسن الإمام اللي كان بيمثل الرأسمالية اللي المفروض إن هي هتنتج الألبوم أو تنتج أغاني سيف. عليها بشوية يظهر كمان منتج آخر وهو مدحت السباعي في مشهد شهير جدا، وبيشاور على سيف وبيقول له الجينز بتاعك حلو، في عدم اهتمام بالمحتوى اللي هو بيقوله أو بالأغاني اللي هو بيقولها أو بموهبته أساسا، وكأن الجينز اللي هو أساسا رمز لأمريكا هو دلوقتي أصبح الأهم من الموهبة. نفس الفكرة تتجسد في الفيلم بعد كده مع مود زرياب عازف العود العجوز المحبط، في إشارة أخرى إلى مخترع العود نفسه زرياب اللي عاش في الأندلس وأنتج إنتاج موسيقي فخم جدا يليق بالتراث العرب، وهي كلها رسائل بيحاول الفيلم يدينا عمق وبعد لأساس المزيكا وأساس الفن في فيلم هو في الحقيقة من أعظم الأفلام الموسيقية اللي اتعملت في تاريخ مصر. لكن نرجع ونقول عمرو دياب كان واضح، ونيت رصيف نمرة 5 برغم نجاحها الساحق، لكن الفنان عمرو دياب في بعض الأحيان ما كانش بيغنيها في حفلاته، ولو حصل وغناها بتبقى على فترات متباعدة جدا وفي مناسبات نادرة جدا، وده راجع لأن الكلمات نفسها تركيبها كان ليس من ضمن الكلام اللي كان عمرو دياب عايز يقوله، لدرجة أن الأستاذ محمد العدل بيقول أن في جزء منها بيقول فيه ولو باعوا فرخة هتاخد عمولة، ودي زي ما غناها الفنان عمرو دياب، لكن الأستاذ محمد العدل بيقول أنها في الأساس كانت ولو باعوا خالتك هتاخد عمولة. علشان تعرف انت عايز ايه لازم تعرف انت مش عايز ايه، وعلشان تعرف انت مش عايز ايه لازم تجرب، وفي الحقيقة هو ده اللي عمله عمرو دياب من ساعة ما بدأ سنة 83. جرب تقريبا كل الموسيقيين اللي كانوا موجودين في مصر على الساحة وقتها، هاني شنودة، فتحي سلامة، ثم حتى وصل لحميد الشاعري. جرب الفلكلور في أول 3-4 ألبومات ووجد انه غير مناسب ليه ومش سكته، جرب انه ياخد كلمات من عبد الرحيم منصور، من عصام عبد الله، ولكن ايضا وجد ان مش هو ده اللي عايز يقوله، وبالتالي رسم الخط اللي بيتحرك منه لحد ما كمل في اتجاهه بدون اي تراجع. ولكن مؤخرا فقط بدا عمرو دياب يغير سنه الفكر ده، وبدات الروح اللي كان بيشتغل بيها ايس كريم في جليم تظهر، وده ليه عده عوامل، اولها مثلا نجاح أغنيزة ملطشة القلوب، ألفاظ جديدة، معاني جديدة، بيكتبها الشاعر صابر كمال وبيلحنها بلال سرور وبيغنيها مصطفى شوقي، بتعمل شوية قلبان في السوق، وعمرو دياب دايما عينيه ودنه مع السوق. ثلاث دقات قبلها بشوية بتعمل برضو قلبان في السوق، كلام جديد خالص، أبو اللي يعتبر جاي من منطقة شوية نقدر نسميها الموسيقى المستقلة وبيعمل قلبان في الأغنية التجارية. عمرو دياب بياخد صابر كمال من تجربة ملطشة القلوب، وبياخد من تجربة أبو رامي سمير، ويبتدي يدخل مرحلة جديدة، لدرجة إن صابر كمان نفسه بيحكي لما قابله عمرو دياب وقال له أنت بتفكرني بفؤاد حداد وصلاح جاهين، مجموعة الشعراء اللي في الحقيقة زملوا تقريبا عبد الرحيم منصور اللي عمرو دياب اشتغل معاه في الأول وقرر إنه ما يكملش. وإلى الآن يفضل رامي سمير جزء من التيم اللي بيشتغل مع عمرو دياب حتى على المسرح كمان. في نفس الوقت صابر كمال يكتب له عم الطبيب ويكتب له فاكرني يا حب، عم الطبيب شوف لي من عندك تحبيشة أحلي بيها مرار العيشة، عرق وكشف شاف الهموم بص بأسف وقال لي قوم، فاكرني يا حب أنا زبونك السقع المضمون. شايفين الكلام عامل ازاي؟ يقرر تاني يرجع لنور الشاعر اللي كان بيعمل دور الفنان اشرف عبد الباقي في ايس كريم في جليم، علشان بمعنى اصح يتصالح مع الزمن ويتصالح مع التحويله اللي بتحصل في السوق. مفيش مانع ان الفنان الذكي يطوع امكانياته لصالح فن، وده اللي كان بيعمله عمرو دياب كايس كريم لا يذوب، في ان هو يستفيد من كل الموجودين في الساحه علشان ينفذوا الفكر بتاعه، ويبقى دايما في مخه السوق والتحويلات اللي بتحصل فيها. في اخر حفلاته بيقول بصراحة ان انا عايز اغني اغاني تفرح شوية، عايز اغني اغاني مبهجة شوية، ولذلك ادينا بنسمع قدام مرايتها يوم 3، بنسمع كمان يا ساحر، بنسمع انت الحظ، بنسمع انا هعمل مهرجان. تغيير قدرة الفنان انه يغير هي دي اللي بتخليه عايش اطول فترة ممكنة، اللي بتخلي نجاحه دايما على القمة،
اللي بتخليه متفرد بذاته، اللي بتخليه عمرو دياب آيس كريم لا يذوب.